موضوع او مرض شلل الاطفال يلي فكرنا بلبنان انه لفترات طويله كنا ما بقى رح نحكي عنه، على ما يبدو عم يرجع موضوع الساعه. الحمله الوطنيه للتلقيح ضد شلل الاطفال بمحطتنا التاليه مع روى وضيوفها على صحة السلام. صباح الخير روى. صباح الخير غادة. صباح الخير لضيوفك. أكيد صباح النور. أهلا وسهلا وصباح الخير لكل المشاهدين. اليوم مثل ما قلتي غادة بدي أحكي عن الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال اللي هي بدأت أول مرحلة منها بشهر أكتوبر تشرين الأول، وهلأ نحن رح نشهد ب 15 نوفمبر المرحلة الثانية. ضيوفي سيدة رندا حمادي رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، ودكتور غسان عيسى رئيس لجنة الإشهاد الوطنية ضد شلل الأطفال وهو طبيب اطفال. رندا، مثل ما بنعرف انه نحن اعلنا لبنان بوليو فري او خالي من شلل الاطفال، قدرنا نقضي عليه. هلا بالاحداث القائمه عم بصير عندنا خطر، اذا فينا نقول صرنا بدائره الخطر ليصير عندنا حالات شلل، ليه؟ صحيح، مثل ما تفضلتي لبنان بدائرة الخطر، ولبنان بين السبع دول بإقليم شرق المتوسط يلي أعلنته منظمة الصحة العالمية من بين الدول يلي كتير عندها خطر أنه ترجع تستقبل فيروس شلل الأطفال، لأنه لبنان صاروا خالي من هالمرض لأكثر من 13 سنة. نحن والإقليم يلي هو عم تهتم بموضوع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف عم نحرص أنه نحافظ على هالشي. من هيك نحن عنا حملة وطنية متزامنة مع إقليم شرق المتوسط، يعني كل دول إقليم شرق المتوسط عم يعملوا الحملة بذات الوقت حتى نضمن أنه ما في أطفال متسربين عم يقطعوا من بلد لبلد بدون ما ياخدوا هيدا اللقاح. عنا حالات شلل الأطفال؟ أبدا، هيدا اللي بدي أكده ونطمن الناس، لأنه من فترة الظاهر أنه الناس صارت عم تسأل في فعلا حالات شلل الأطفال بلبنان، ما في ولا حالة لشلل الأطفال، وهي شغلة كتير مهمة بدنا نحافظ عليها. بدنا نحافظ عليها، منشان هيك هي مسؤولية وطنية على كل الناس. بس الخوف كان بمحله عند الناس لأنه عشنا بفوضى يعني كتير كبيرة. طبعا، ولقلك ليش الخوف أكتر، لأنه بسوريا بال2013 وأوائل 2014 بيّن عنا 36 حالة شلل الأطفال. نعم. بعد ما كانت كمان سوريا خالية من هالمرض لفترة زمنية طويلة. طبعا. إضافة للعراق يلي سجلت حالتين بأوائل 2014، وهيدا كتير خطير لأنه نحن دولة كتير قريبة عليهم، إضافة لأنه كل يوم عم نشهد لبنان عم يشهد حركة نزوح طبعاً من هالدول على لبنان، وهيدا الشيء خلينا يعني بتوجيهات معالي وزير الصحة ناخد إجراءات مشددة على الحدود، وهلأ بنحكي عنها، وعلى الحملات على صعيد الحملات الوطنية. طبعا، ومهم أنه هالحملة عم تتزامن مع الحملات التلقيح إقليميا طبعا لحتى تكون الحماية للجميع، يعني صحيح نقدر أنه نمنع تسرب شلل الأطفال بالمنطقة ككل. دكتور غسان، بدنا نذكر مين الفئة المستهدفة بهالحملة، أي أعمار، ومين الأطفال اللي لازم ياخدوا اللقاح؟ كل الأطفال اللي على الأراضي اللبنانية من أي جنسية كانوا، ما بين يعني من عند الولادة حتى 5 سنين، هن المستهدفين. هؤلاء المستهدفين لأنه هن أكثر شيء معرضين أنه ينصابوا بهذا بالفيروس، بفيروس شلل الأطفال. فيروس شلل الأطفال ظهر بالمنطقه، وهذا الخوف وهذا اللي خلى منظمه الصحه العالميه مثل ما كانت عم تقول مدام رندا انه ترجع تحط جهد اساسي للوصول ل 35 مليون طفل بالمنطقه. منطقه عم نحكي عن منطقه بحر الامرو ريجن، يعني بين الجزائر لافغانستان. اوكي، لنجرب نمنع الانتشار. نمنع الانتشار. بدي اركز على 3 شغلات هون. في عندنا ظهور المرض، وفي عندنا الانتشار، وفي عندنا الاصابه. نعم. اذا بدنا 3 مراحل هاي. نحن هلا بمرحله ظهور المرض. رده الفعل تبع منظمه الصحه العالميه واليونيسف ووزارات الصحه بالمنطقه، ومنهم اكيد وزاره الصحه لبنان، في لبنان، مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص، وهذا شغله كثير مهمه، رده الفعل لمنع الانتشار. منع الانتشار عم بيكون بالحملات. نعم. بالحملات حمايه لكل هالاطفال. الحملات النقطتين هودي مزبوط، يعني ممكن يكون
الطفل اخذ لقاحاته بالابره، اوكي الابره بتحمي ولد، بس النقطتين فعلا فعلا بدقه حرفيا بيحموا البلد، بيحموا الطفل نفسه والمجتمع حواليه، نمنع الانتشار. هيدي مهمه كثير، يعني نحن في الفيروس موجود، كيف تمنع انتشاره لحتى ما يصير في اصابات؟ نعم. عشان هيك نحن بنطلب من اطباء الاطفال ومن المدارس ومن كل اللي عم بيقول لا نحن اخذين، ما في لزوم بقطعته، لا مهمتك كطفل كطبيب أطفال، مهمتك كمدرسي مين ما كانوا يكونوا، ايه ان يساهموا في منع الانتشار بانه ياخذوا هودي النقطتين. نعم، يشجعوا الاهل انه حتى لو ما اخذ اللقاح بالابره يرجع ياخذ لقاح الشلل للاطفال بالنقط. خبريني نتائج المرحله الاولى كيف كانت؟ كثير شغله مهمه حققناها بالمرحله الاولى. اول نقطه بدي احكي عنها عن اطباء الاطفال، السنة أو هالحملة هالمرحلة عنا 300 طبيب أطفال من أصل حوالي 600 وشوي، يعني 50% من أطباء الأطفال، ولأول مرة بالتاريخ شاركوا معنا بالحملة، وهيدا بفرجي قديش كانت جمعية اللبنانية لأطباء الأطفال بنائبة الأطباء ملتزمة معنا من خلال المتابعة اليومية يلي عملتها من خلال إطلاق الحملة من قلب النائبة، وهيدا فرجة كوميتمنت حقيقة، التزام هالجمعية بال اللقاح يلي مطلوب، شغلة مهمة، وبالأوبجكتيف بالهدف يلي نحن عم نعمل الحملة لأجله. 300 طبيب يلي طعموا معنا، المدارس اللي التزمت، بقي بعض المدارس الكبيرة ومش حابة أذكر أسماء على الهوا، بس نحن عم نتواصل معهم مدرسة مدرسة، ما تجاوبوا حقيقة، وهيدا بفرجي أنه يمكن ما بعرف إذا تقصير منا عم نحاول هلأ نحن نغطيه، بس كمان المدرسة لازم تتعامل بطريقة أفضل. طالما أنت شو طالبي من المدرسة؟ أنه يصير بقلب المدرسة وحتى يصير بقلب المدرسة لازم ينبعت للأهل. هلأ اللي بيصير أنه بعض المدارس تقول نحن الأطفال عندنا مطعمين، ما هي فكرة المعتقد الخاطئ أنه الأطفال مطعمين ما في لزوم بأي طعم، بدنا نعرف أنه لا بالوقت ياخدوا. يلي هو نقطتين لازم ياخدهم كل طفل من عمر 0 لـ5 سنين، مطعم أو مش مطعم، نحن منقول بغض النظر عن الجرعات السابقة يلي أخدها، اللقاح مأمون، مضمون الجودة، مبرد بشروط تبريد نموذجية، هاي شغلات كلها مهمة. نحن حققنا 93% المرحلة الأولى، عم نحكي على جميع صعيد لبنان، على صعيد المناطق اللبنانية، وهلأ المرحلة الثانية رح نشوف البوسترز كمان بتذكرنا بالأوقات، نطمح أنه نحقق أكثر، لأنه إذا تجاوبوا معنا هودي المدارس اللي عم نحكي عنها إن شاء الله. فإذا المرحلة الثانية بتبتدي ب 15 نوفمبر وبتنتهي ب 21 بعض المناطق لظروف يمكن أمنية ومناخية عم يضطروا يمددوا شوي، ما في مشكلة لو ضلت لآخر الشهر، بس نحن بنلتزم بفترة زمنية معينة يلي هي الأسبوع 7 أيام كل المناطق اللبنانية تكون عم يطعموا فيها الأولاد بذات الوقت مع إقليم شرق المتوسط، لأنه هيدي المرحلة اللي بتطعمي فيها أكبر عدد ممكن اللي بتمنع انتشار المرض. بدنا نذكر أنه اللقاح مجانا، صحيح، مقدم سواء بمراكز صحية، مستوصفات، مستشفيات، وحتى عند أطباء الأطفال بالعيادات الخاصة، هو مجانا مؤمن من وزارة الصحة. فالمطلوب أنه بليز كلنا نتعاون. دكتور غسان، مين ممنوع ياخذ اللقاح؟ هلا الممنوع كلمة كبيرة، هن كثير قليل كثير قليل، بس لازم ينعرفوا لحتى ما يصير، طبعا لحتى ما يصير في غلط، لحتى ما يصير اي ولد مريض، يعني ولد عنده حرارة 40 ما راح نقول له تعال الطعم وخذ النقطتين. فإذا إذا عنده حرارة ما بنعطيه الطعم، أو إذا عنده إسهال واستفراغ مثلا، أو التهاب رواية أو هالشغلات. المريض الولد المريض كثير لا ما راح نطلب منه ياخذ طعم. النقطة الثانية المهمة اللي بتهمنا واللي يمكن صار في شوية جدل عليها عند بعض أطباء الأطفال، إنه إيه في حالات مرضية، يعني الولد الأطفال اللي عندهم أنواع سرطانات الأطفال، نعم أوكي، طيب هودي لا ما لازم ياخذوا لأن هذا بيأثر عليهم. الولد اللي عنده نقص مناعة، وهون بدي أقول على كلمتين عن نقص المناعة، في عنا أميات بتحب الدراما، فكل ما يعني رشح مرتين وسعل سعلتين بيطلع إنه عنده نقص مناعة، لا ما هيك، عم نحكي عن مرض نقص مناعة محدد مشخص، إيه له عوارض تانية غير قصة رشح وصحة. تماما يعني مرض نقص المناعة قصة أكبر بكتير. هودي لا ما لازم ياخدوا، واللي أهم إنه البيوت اللي فيها هالحالات هيدي سرطانات الأطفال ونقص المناعة المشخص، إيه الأولاد اللي فيها ما لازم ياخدوا لحتى ما
يرجعوا يعدوا هودي الأولاد. يعني إذا في حالة شخص عنده كانسر بالبيت وفي طفل بالبيت ما بنعطي اللقاح، ما بنعطي الطفل وما بنعطي الثاني، طب كيف بنحمي الطفل بهالحالة؟ نكتفي بالإبرة. فإذا إذا في حالات مرضية مستعصية ما بنعطي، لكن مستعصية. إذا كان مريض بوقت الحملة بيرجع بيقدر ياخذ النقط بوقت لاحق. صح، بياخذ تماما، ما في مشكلة. أوكي. يعني الأهل ممكن يتوجهوا على أي مركز أو مستوصف ياخذوا الفاكسين؟ هالمرة الآلية مش من بيت لبيت، وبالتالي لازم انه الاهل يساعدونا، يجوا على المراكز الصحية، على المستوصفات، عند اطباء القطاع الخاص، اضافة لانه المدارس رح يكون فيها فرق عم بتطعم الاطفال. بحب ركز على موضوع المخيمات، لانه في عندنا المخيمات يلي فيها النازحين السوريين، عم نتوجه لها من خلال فرق جوالة عم بتروح لعندهم، جمعية بيوند يلي عم تعمل جهد كتير كبير بدعم من منظمة اليونيسف، طبعا عم بيتوجهوا على هالخيام يعطوا كل الاطفال. واوقات بهيدي الخيام بدي اقول لك شغله، عم نلاقي في اطفال بتشتغل بالنهار، عم نرجع نعمل فرق بالليل لحتى ترجع تلاقي الاطفال اللي بيرجعوا بعد الساعه 6 وبعد الساعه 8 لنطعمهم. عم بتقدروا تغطوهم كلهم؟ عم نقدر نغطي 100% بالمخيمات، شغله كثير، لانه هيدا الشيء هون الضروره انه نغطي. بس خليني بس استوضح شغله، في اطفال عم تشتغل، يعني قطعنا سن الخمس سنوات؟ لا صدقي، في اطفال عم بيروحوا مع الخمس سنين، عم بيروحوا مع اماتهم ومع بياتهم يمكن على ورش وعلى اراضي يشتغلوا، وبالتالي عم نكون مش عم نلقطهم الا عشيه. بس كثير مهم نذكر هون، اذا ولد عمره فوق الخمسه واخذ نقط اللقاح، ابدا مش غلط، هيدا ماشي بيضر. هيدا اللقاح نحن بالرزنامه الوطنيه بنتوجه، يعني وين الحد الاقصى؟ لا، نحن بالرزنامه الوطنيه لتلقيح الاطفال بنوصل ل 18 سنه. أوكي. بس في حالات نحن خلال الاوبئه، وقت الاوبئه والحالات الامرجنسي يلي بينعمل انك كمان بتطعمي النيرسات، بتطعمي الاطباء يلي بتوصلي لاعمار 30 و35. يعني نحن بلبنان في فتره زمنيه استهدفنا الناس يلي عمرهم 30 سنه بالمناطق القاطعه على الحدود. نعم. وبالتالي هيدا شيء كثير مهم للحمايه، هلا بالظروف الطارئه يعني. طبعا. فاذا كمان عم بيكون في لقاحات على الحدود للاشخاص اللي جايين بالتعاون مع الامن العام اللبناني. عندنا نقاط تلقيح على البقيعه والعريضه والعبوديه والمصنع، وهيدي عم بتلقح اطفال، ما فيني خبرك الاعداد قديش كبيره كمان. وكبار، اضافه لنقطه على المطار، اضافه لمراكز تسجيل النازحين. عندنا اربع مراكز تسجيل نازحين عم بيتم فيها تلقيح الاطفال. جهد كثير مهم، يعطيكم العافيه. ومثل ما قلنا، اذا كان الولد عمره 7 سنين 8 سنين ممكن الاهل يلقحوه، ما في خوف، بس من 0 ل 5 بليز انه التزموا فيها، ويكون الاهل عندهم هالمبادره بهالحمله. اكيد بنتمنى لكم التوفيق. في بعد رح يكون مراحل ثانيه للحمله؟ شوفي، التقييم يلي صار على المرحله الاولى مع منظمه الصحه العالميه واليونيسف فرجى انه لبنان اذا قطعنا هلا لاخر السنه وما بين عنا ولا حاله بالجهود يلي عم تنعمل، نحن معفيين بخلال 2015 من الحملات الوطنيه. بس رح يكون في عنا اول النص من السنه بال 2015 شيء بنسميه موب اب اكتيفيتيز، يعني حملات مركزه صغيره يمكن على المخيمات بمناطق معينه ما قدرنا نغطيها، لناكد انه ما عندنا اي جاب. مسج اخيره دكتور غسان لكل طبيب اطفال لننجح الحمله. لكل طبيب اطفال مهمته وللأهل. مهمته انه يساهم بمنع الانتشار. مزبوط، هو اكيد عامل اللي عليه وملقح مرضى والاطفال اللي عنده، ما عندنا شك انه عامل كل اللي لازم. اوكي. وما حدا وما في ولد رح يتلقح بمستوصف بالنقطتين وما يرجع لعند طبيب اطفال تبعه. اكيد رح يرجع. أوكي؟ اكيد مهمته منع الانتشار. ان يساهم بمنع الانتشار بانه باعطاء النقطتين هذه اللي بيحموا البلد، مثل ما قلنا، مش بس بيحموا الولد. نعم، وممكن ينعطى النقطتين بالعياده او بالمستوصف، فمهم انه نساهم بهالشغله. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يعني ان نحقق النتائج اللي نحن طامحين لها. بجهودكم معنا اكيد ان شاء الله بنوصل. اي اكيد. شكرا. ان شاء الله. ميرسي لكم، ميرسي لك روى. رح ناخذ بريك مشاهدينا ونرجع نتابع.